تشهد وسائل النقل الجماعي في دمشق التزاما متزايدا من قبل المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورونا. ورغم الإجماع على أهمية التعليمات الوقائية التي تنصح بها وزارة الصحة لمنع انتقال العدوى، إلا أن ذلك لم يمنع وجود عدد من غير الملتزمين بهذه الإجراءات. يعني عم نسمعك لا بدنا نلتزم فيه إجباري، لأنه هذا مرض يعني معدي ومنتشر وبشكل كبير، يعني فالواحد بده يلتزم بالقواعد الصحية وخاصة كبار السن اللي مثلنا. بالباصات والميكروباصات حتى بالأسواق لازم كلياتنا لازم نلتزم بهالكمامة، هاي حماية إلنا وحماية لأهلنا ولأولادنا. إجباري لازم كل واحد فينا، هذا وعي كامل لكل شخص إنه يحط كمامة بحمي حامي بحمي غيري، وهي شغلة كتير منيحة إنه العالم كلها حاطة كمامات، لأنه كلياتنا بنخاف على بعضنا بالأول والأخير. لازم يفرضوا على العالم كله إنه تحط كمامات مشان ما نعدي بعضنا. طبعا مهمة الكمامة، لازم واحد يلتزم بتاعها، يعني وقاية قدر الإمكان، يعني بتوقي بوسائل النقل العامة وبالأماكن يعني الأسواق الأماكن اللي مكتظة بالعالم. لازم يلزموا الناس بالكمامة بوسائل النقل العامة وبأي مكان، في تجمعات بالجامعة بالمدارس كله. كتير مهم هلا بهالوقت هذا، لأنه المرض مستمر يعني منتشر كتير بهالوقت، فلازم الواحد يكون شوي حريص على حاله وعلى العالم. لأنه كلاتنا بنكون قراب من بعض، أكيد لازم يكون في كمامة مشان الحماية، وأنا بالعكس لقيتها كتير كتير مهمة. لازم تلتزم كل الركاب، يعني مو بس السائق، شو استفدنا إذا السائق واحد أما الركاب 14-15 واحد، النص عم يحط والنص ما عم يحط. وين ما طلعنا بعمشفة وين ما رحنا كمامات حاطينا، مرض وحالات وصار وخاف الواحد.